ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ده اللي هو بيتفوق احيانا على الذكاء البشر واحنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه كتير، سواء في الابلكيشن او على السوشيال ميديا او على التي في، كل الوسائل اللي حوالينا فيها ذكاء اصطناعي. حتى مجال الدراسه اللي احنا بندرسه بقى كله حاليا مجال ذكاء اصطناعي. هو عباره عن استخدام التقنيات الحديثه في الكمبيوترز اللي الانسان قدر ان هو يوصلها في الوصول الى درجات تحليل واتخاذ قرارات بشكل يفوق العقل البشري. هو ذكاء مثل ذكاء البشر، وفي بعض الأحيان ممكن يتفوق عليه ولكن مش دايما، بس هو حاجة أساسية ويومية في حياتنا ما نقدرش نستغنى عنها. هل استخدمتي برامج الذكاء الاصطناعي قبل كده؟ لا يعني حاليا لسه ما استخدمتهاش، بس يعني متابعة وبشوف على الفيسبوك والانستجرام يعني ناس كتير بتستخدمه. استخدمت تشات جي بي تي وبجد يعني كنا انتشر فعلا الفترة اللي فاتت، وكنا بنبحث على اي حاجة كان بيجيبه لنا، وكان كل حاجة يعني موجودة عليه وما فيش حاجة عطلت يعني، او سألنا اي سؤال كان بنقدر نجاوب. استخدمنا بعض البرامج في حاجات مدرسية يعني بعض الروبوت، بعض الحاجات اللي هي خاصة بالمكونات او التعريف للاطفال عن الموضوع الذكاء الاصطناعي. بستخدمها كل يوم عادي، زي بعدل صور مثلا، بعدل صور في الكلية، بتساعدني في الترجمة. هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكون بديل عن حاجات كتير بنستخدمها ونعتمد عليها في حياتنا؟ مش كل حاجة الصراحة، يعني في حاجات برضو لازم الانسان يعملها، يعني فيه الحاجات اللي هي بتتعامل باليد، وده استحالة اصلا الذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يعمل. الرعاية مثلا التمريضية او حاجة زي الكشف، الذكاء الاصطناعي يبدأ يعمل فيه ازاي مثلا؟ كل الابليكيشن اللي احنا بنستخدمها فيها ذكاء اصطناعي وبنستخدمها في حياتنا اليومية كتير، بس الفكرة ان احنا نستخدمها بشكل صحيح، ان هي ما تبقاش مضرة لينا، وفي نفس الوقت ان احنا نبقى مدركين اضرارها اكتر، وفي نفس الوقت نقدر نتخطاها، وفي نفس الوقت ما نقدرش ان احنا نتعامل معاها بشكل مسيء. هل مريتي بتجربة سيئة للذكاء الاصطناعي وتعرضتي لفبركة صور خاصة سواء معاكي او مع اي شخص تعرفيه؟ لا، بس بسمع عنها، يعني بيبقى في زي فبركة صور وكده عن طريق الانترنت، عن طريق الذكاء الاصطناعي. بشوف على النت حاجات كتير قوي، بشوف صور متغيرة، فيديوهات متفبركة، حاجات زي كده، بس ما شفتش يعني حاجة تجربة شخصية لي. اعرف حد من صحابي حصلت له مشكلة كبيرة بسبب الفبركة للصور من حد تاني يعني.